قريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وعمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أقمار تمنا لا خسف الردى فاغتالها بصروف الزمن الردي. شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم. عبقت شمائله بطيب المولد في بأس حمزة في شجاعة حيدر. بيب الحسين وفي مهابة أحمد. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من عزم متوقدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظما الفؤاد وللحديد المجهد صاد الحشا وحسام ريان من ماء الطلا وغراره لم يبردي. وأتاه الحسين يسأل فيما جاء في شبلي وماذا يشاء وهل الماء قصده وهو أدرى الناس أن ليس في المخيم ماء. قال محلا يا ابن الحقيقة إنا في مجاز يدب في الفناء لا تجاهر بما تحس فللنسر مطار تنحط عنه الحداء. لا تجاير بما تحس فللنسر مطار تنحط عنه الحدى. وانبرى يختم الخزانة بالخاتم وانبرى يختم الخزانة بالخاتم والسر شعن الإخفاء. يوم التاسع من المحرم، يوم حاسم في تاريخ الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يوم تكالبت فيه الأعداء من حوله، يوم جاءت القبائل زرافات ووحدانا، يوم اختلف الرواة في تعداد المحاربين للحسين بين 30,000 الى 70,000 الى 90,000 30,000 بعضهم يقول 600,000. المهم ان العالم الاسلامي الاقاليم الاسلامية كلها مهيئة لقتال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اذ الدولة واحدة والولاة هم الولاة
في اي مكان كانوا. فاذا 30,000 معناته هؤلاء الذين هم في خط النار، يعني في خط القتال في كربلاء، محتشدين ومقتسمين، مقتسمين على العلقمي وميمنة وميسرة وقلب وجناحين ومقدمة وساقة، هذول 30,000. لكن لو فرضنا الحسين يرد يخترقهم، لنفرض الحسين عنده قوى يخترقهم واخترق ذول 30,000 ولم يعرج الى الكوفة، قصد البصرة، اترى البصرة تقل عددا عن هؤلاء؟ لو يقصد مصر، والي مصر شن شغله هناك؟ لو الولاة هم نفسهم مشرب واحد، ملتقطين منتخبين من لبة الفسق والفجور والزندقة، ثم هو والي والوالي ينفذ اوامر. نجيبهم عمر بن سعد، لعنة الله على نجابته، هذا النجيب مالهم، هذا من تخليه ويا شمر بن ذي الجوشن انجب من شمر، لان شمر جاي مستعجل على قتال الحسين، عمر بن سعد جاي مستعجل على الري، ما مستعجل على قتال الحسين، بل كاره لقتال الحسين، ولو وقع بيده لافتدى قتال الحسين باي شيء، بس يروح الى الري فقط. ولكن طوقه ابن زياد بتنفيذ هذا الامر، بس نهاوند بذاك اليوم، ذاك اليوم نهاوند اكو بيها حركة والري بيها حركة. طبعا دولة امبراطورية، شايف مئات السنين تحكم، تعسان بلثنا ملتفت، اجوا اجى الاسلام وطردهم ملتفت من امبراطوريتهم، وسقطت المدائن، وفارس الجبال، ثم افغانستان اكو، ثم طابرستان اكو، ثم ما وراء هاي التخوم كلها كان ذاك اليوم روسيا، ما كانت موجودة روسيا قبل 200 سنة، صارت روسيا ايام بطرس الكبير، روسيا كانت موزعة، الخزر يسموهم. فالعالم هذا كله لفارس، اترى فارس وفلولها وعشائرها وقبائلها، هذول كلهم امنوا واسلموا؟ لا، نفس فارس ما كانت مسلمة ذاك اليوم، الاسلام جاء بالتدريج قليلا قليل قليل قليل، الولاية لمن؟ للمسلمين، الامارة للمسلمين، صلاة الجماعة المسلمين، مسلمون يقيمونها، اما الفرس واقفين محتلين، بلدهم محتل، شايف، ويعدون ضرائب، يعدون جزية، ويعدون كذا، وهي اراضي مفتوحة. طيب، فالسيادة لمن؟ للمسلمين، للعرب سميها بذاك اليوم، بعدين صارت عرب، الامويين الاخابث اجوا قالوا العرب، والان الاذاعات العربية العرب احتلوا، العرب وين كانوا قبل هذا؟ هسه ليش ما يحتلون فلسطين؟ ليش ما ياخذون فرد حمام من فلسطين؟ حمام واحد صغيرون ياخذون. العرب والعرب، اجى النبي نفخ فيهم من روح الله سبحانه وتعالى، وحد كلمتهم، هم هم قد، هو هم قدوة للياقة للقيادة بأبيه وأمه. شايف، أهل لها، سيد البشر، سيد المرسلين، أنجب من ولدته حواء، شايف، أنجب من تحدر من سلالة آدم بأبيه وأمه. إيه خلاص، بعد ذلك شلون؟ بعد وفاة النبي ارتدوا عن جوهرة الدين، ظل العرض بأيديهم، ظل الوسائل بأيديهم، السبل وليست بغاية، وسيلة وليست بغاية، ظلوا يصلون، ظلوا يصومون، ظلوا كلا، لكن اموالهم من الحرام، رؤساء واعيان ونزاعات وصراعات وقتل وقتال وملعنة وخباثة. معن ابن زائدة وامثال معن ابن زائدة، سهامهم من الذهب، اقواسهم من الذهب، خيولهم مسرجة من الذهب. والله بعدين من يصير الصبح يصلي صلاة الصبح، من صار الظهر يصلي صلاة الظهر، هو اذا ما يصلي صلاة الصبح وصلاة الظهر ملتفت ويريد يعلن الشرك، يصير قوسة من ذهب، يصير السهم ماله من ذهب، يصير امير على اليمن، خال ابن ابي العوجاء الملحد، خال معنى ابن زائدة.
يصير ذاك الوقت يقتل يوميا 15,000 نسمة في سبيل ان يكون وجيه في الدنيا، في سبيل ان يكون زعيم في الدنيا، في سبيل ان يكون مع الحكام. هو ام كان مع الامويين بعد ذلك صار مع العباسيين، جاءت المشكلة. يعني قلب والله، شنو شوية كريم، والله شوية يعطي، والله اذا اجا ضيف يذبح له ذبيحة وينطيه اياه. منين الذبيحة ومنين العطاء ومنين المال؟ مال من هذا؟ ليش علي ما كان يذبح؟ ما يعرف علي يذبح، ما يعرف علي يسوي مضيف، ما يعرف علي ملتمس صلوات الله وسلامه عليه يسوي مفطح، ما عنده قدرة على ذلك، ما يعرف الطعام. مال من؟ مال هذا كن يوزع، مو مال يجعل في المضيف. وحتى ملتمس المحمدة تكون لعلي والثناء يكون للخليفة او للوالي جزاء الله خير. المال كن يعطى على سبيل عطاء واجب عليه، يعطي المال لأهله وهو حال حال باقي الناس، إذا كان إيمان، إذا كان إسلام، وإذا كان يعمل بالإسلام. أما القوس ماله من ذهب ملتفت، والسهم ماله من ذهب، والنصل ماله من ذهب، هذا كل واحد يظل على مسلم. حتى هم بيقن إذا يعرف نفسه يصير بالمسلمين هيك قدر هيك منزل، هم باكر يصير مسلم ما عنده معنى. هذا خلص له فرد واحد متعدي ملتفت، المنصور المهدي العباسي مهدر دمه، هذا هادر دمه، كان من العهد الاموي وسائج العهد العباسي، ظلت فلول، فقال من ظفر بفلان فدمه هدر. كم شعول يجيبه يحصل كذا مقدار، كم شو الشرطة بغداد يكون يسلموه للمهدي. تعدى معن ابن زائدة، قال يا معن يا ابا الجود يا ابا الكرم، انا مستجير بك بالله وبك، خلصني. تبت الشرطة قال لهم هدوا لهذا، هدوا هدوا يلا. قالوا له هذا طليبة امير المؤمنين واعطى بي 100,000، انت شلون تهدى؟ قال اذهبوا الى الخليفة الى امير المؤمنين قلوا له معن ابن زائدة هدى. اخذ للعسير هذا ودى لبيته، غير ملابسه وما اعرف ايش، وقال له ابعد هنا. دز عليه المهدي العباسي، لكن المهدي العباسي طفر بالغضب شاط. اجى دخل على المهدي العباسي قال له معن؟ قال بلى يا امير المؤمنين. قال تجير علي؟ قال بلى يا امير المؤمنين. قال وبلى؟ اللي طير راسه قال له وبلى؟ قال له بلى يا امير المؤمنين، لقد قتلت في طاعتكم في اليمن في يوم واحد 15,000، يوم واحد اقتلت 15,000 في طاعتكم، الا تراني اهلا ان اشفع لرجل واحد؟ استحى المهدي، استحى، منطي رصيد هائل. هي هاي الزعامة؟ هذول الاشراف 15,000؟ ذولاك مو عرب بس هذا عربي. 15,000 ذولاك مو مسلمين بس هذا مسلم. التاريخ الخبيث الزنيم ما يذكر اعمال معن ابن زائدة، يذكر هاي العمل. ليش؟ لان التاريخ ملكي، التاريخ عليه تاج، التاريخ يغذي المتكبرون، التاريخ يغذي الجبابرة. تاريخ ملتفت اذا ما يصير على مزاج الملوك ومزاج الاعوان والاتباع راسه يطيرون من جسمه. يقدر يسوي تاريخ، تاريخ هو سهل، يريد له قدرة مادية، يريد له تفرغ، يريد له فلوس. هذا معنى ابن زائدة. وهذه الامة ضياع بالشعر، والله الشعر مال الملطيف حلو، اذا اضر مال فرد ظبية ملتفت كذا يجون الشعراء ويتغنون بذيك الظبية وبذيك الكذا لجمالها لمعرف عينيها. هاي الدواوين هذه قهوة وملتفت ودق هاون. ذاك اليوم ماكو قهوة، دق الهاون مال القصايد موجود بذاك اليوم. السال احزابها من اجت؟ احيت سوق عكاظ واحيت الشعر العربي واحيت ملتفت كذا، لكن اي شعراء؟ الشعراء اللي من جماعة الحزب، والشعراء اللي يجون يضربون مفتح ويضربون فراريج، والشعراء اللي يمدحون السيد القائد مثلا اسا حسني مبارك ولا فهد ولا اي واحد من ذولا اعداء الله.
عمر بن سعد لما تريد تحلله نجاسة هم كلهم نجاسة واحدة، لكن كان كاره لحرب الحسين، مو مثل شمر بن ذي الجوشن، اصرار عنده وجزم عنده وقطع، ويريد اليوم يقتل الحسين قبل بكرة، يعني الليلة ما لازم يبات الحسين على رأي شمر. يكتب عمر بن سعد خلال هاي الايام اللي يتفاوض مع الحسين رحله الفداء الى عبيد الله بن زياد: الحمد لله الذي اطفأ النائرة وجمع الكلمة، هذا حسين قد اعطاني عهدا ان تسيروه الى ثغر من الثغور، يرى يكون مال المسلم مال المسلمين وعليه ما عليهم، كيف يقاتل هناك؟ أو يذهب إلى يزيد فيضع يده في يد يزيد بن معاوية. الرسالة لما وصلت إلى ابن زياد ويرتاح إلها، قال: هذا كتاب ناصح مشفق على أميره، هذا خش كتاب، يعني روجها القضية. عقبة ابن سمعان مؤذن الحسين يقول: صاحبت الحسين من المدينة إلى مكة إلى العراق، والله ما سمعت منه ما يقول الناس، اني اذهب الى يزيد واضع يدي في يده. هذه اشاعتها امية ان يزيد ان الحسين حاضر للبيعة، احنا ما رضينا يملي الشرط علينا. هذا تخفيف من قدر الحسين، فاذا الحسين يريد يسير الى يزيد ويضع يده في يد يزيد، ليش يجي عن طريق عبيد الله ابن زياد ومن المدينة يذهب بذات الكريمة الى الشام ويضع يده في يد يزيد؟ ليش من بعد ان يطوق؟ ليش يوم 9 محرم؟ عمر بن سعد طبيعي يريد الرأي، لانه الرأي شايف هي فارس مو كلها احتلها سعد ابن ابي وقاص، وانما قضية القادسية هي رئيسة في القضايا، وبعدين فلول الفرس قامت تصير فلول وعصابات يتجمعون وشنوا حملة على فلان مدينة وعلى فلان كذا. سعد بن ابي وقاص في القضايا حد الى المدائن، وما بعد المدائن انتهى، تغير النظام، صارت بعد ذاك الوقت قادة وجبهات اشكال وارناق. لكن عمر بن سعد لان العراق عليه اسم سعد بن ابي وقاص وواقعة القادسية، يريد ان يكون ملتفت، يواصل القتال الى ملتفت داخل اعماق الفرس والجبالها وغاباتها وطبرستان وافغانستان، يريد امير، كل واحد يريد يسمع ابوه شي كان مارشاله هو قاعد وساكت، شايف حركة دائما اكو في الري، بعده مو صافية، المدن قابلة ان تنتقض، المدن الفارسية قابل ان جيوش المسلمين تجتاحها جيوش اخرى اذا تهيأت الظروف. فصار بناءه عبيد الله بن زياد يرسل من يرسل عمر بن سعد ليحيي بذلك هيبة سعد واسم سعد، شايف انتو هذا سيف سعد وقوس الزين مال سعد، ما تخلوه على حدود فلسطين، يا سلام تخلوه على حدود امة مؤمنة ملتفت تلطم على حسين العربي، تلطم على العباس العربي، وتريد تزور القبور العربية، يا سرابيت اخلي هذا من ملتفت قوس الزين اخليه على حدود تل ابيب هناك حتى ترتجف ملتفت اسرائيل ويرتجف بيجن. هسا وين صار قوس الزين؟ وين صار هالآن؟ هناس عمالة يتكئون على صهيونية، ما عندهم فرد شيء يعطوه للأمة، شي يعطون؟ يعطون هاي الكلمات المعسولة ليغرروا بالبسطاء والكذا. قيادتنا بالعراق هم كانت نايمة والغنم كانت صارخة، طلعت الذهاب صرفت الأغنام، ملتفت راحت الطبيعة، خلاص الفرق هنا، الخسارة هنانة والمصيبة من عدنا مو المصيبة من العدو، العدو طبيعته
وإلا لو كانت أكو وعي فرد مقدار وحساسية ودوافع دينية صميمة لما صار هذا اليوم أبدا، ولما يكون هذا اليوم. فراد يكتب، قال للكاتب اكتب الى ابن سعد. شمر بن الجوشن قاعد ضبابي، شمر يقولون خارجي مو خارجي، ما الى علاقة بالخارجية، وانما راح واخذ من هذول الانتهازيين هم يريد الرأي، وشجاع هو من قبيلة كلابية شايف، وكان يصلي بمسجد الكوفة هم جماعة والناس يصلون وراءه كما تذكر بعض الاخبار النادرة في ذلك، مواقفة مع علي جيدة بصفين، كان لميمنة علي كان شمر مثل الجوشن. سبحان الذي يبدل ولا يتبدل، بشر يتبدل يتغير فكرته من خير الى شر، من شر الى خير، ممكن يصير من خير يتحول الى شر، من شر الى خير. ولذلك الشيعة يقولوا للامام الصادق شيعتكم يفعلون كذا يفعلون كذا، أنبرأ منهم؟ قلهم لا، ما يجوز البراءة من عندهم، يسوون فلان عمل يسوون فلان عمل، قلهم براءة ما يجوز. قالوا له متى؟ قلهم إذا مات على ذلك. ليش؟ لأنه أنت ما تقول للابنك أنا بريء من عندك، والمجتمع من يقول للابنك إحنا بريئين من عندك، هو عم يقول أنا هم بريء من عندكم وهج منكم. تمام يا موتما، يركب الذلول ويركب الصعب ويركب ملتفت كذا غروره وياخذه يروح. شنو لك انت؟ انت منو؟ مجتمع منو؟ كثير من الناس يتحدون المجتمع. مجتمع شنو؟ يقول لك انا رايي هو الصائب، مجتمع على خطا. فشوف الحكمه، حكمه الامام الصادق، البراءة اذا الاب تبرأ من عنده من ابنه، يعني طيره للنسر هذا للذئب خلاه يروح يعيش بالارض فساد. لكن بابا ابني ما اعرف ايش، ظل العلائق بين المجتمع وبين ذاك، ينصحوه يترددون عليه يتكلمون وياه باللين بالكذا، بل اذا مات على الطريقة تلك حينئذ يتبرأ الناس منه، لان هذا مات على ضلال في امان الله، مات على فسق وفجور في امان الله. هاي معروفة، 50 قسامة ملتفت اذا حلفه ويمين انه فلان يعمل كذا فلان كذا، بعدين اذا حضرت لذاك وقلت له صحيح هاي الاقوال وهاي الكذا يقول له لا، اذا قال له لا وانا هذا الشيء مو مسوي يقول له صدق هو كذبهم، صدق هو كذبهم، حتى لين قطع الخيط خط الرجع عليه انقطع عليه، خليه مجال الى مجال حتى يرجع مرة ثانية. الخسارة لا تصير خسارة كبرى في ان هذا يروح يفلت وينتهي. ولذلك تجي باب التوبة مفتوحة، مفتوحة باب التوبة في القرآن الكريم، بالسنن النبوية، ملتفت بالآداب النبوية، بالاخلاق، بالروايات، روايات اهل البيت، روح لهم الفداء، باب التوبة مفتوح حتى الانسان لا يستأسد ولا يستبسل ولا ييأس، ولا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، كفر يعني، درجة اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله كفر. حتى شنو؟ حتى يرجع فرد يوم، يرجع للحاضرة، يرجع للحضيرة، يصلح ما فات. قال له شمر بن الجوشن يا امير انك لا تدري بلغة اهل هذا البيت، انا كنت وياهم واعرفهم، ان الحسين ابن علي ان اطلت ايامه ومددت ايامه، ترى هو يريد مدد بالايام، الحسين يريد مدد بالايام، تمد بالايام، والله لان مرت الايام والليالي والحسين يواقفكم ويماهلكم، وليكونن اولى بالقوة ولتكونن اولى بالضعف. ترى الحسين كل ما يخطب على اهل الكوفة يغير من وضعيتهم، الحسين لازم ينزل على حكمك، شنو يروح الى يزيد؟ اولا الحسين مو قايل هاي الكلمة، هذول اللي قدام عجنوا وخبزوا
وارتاحوا لرسالة عمر بن سعد. الحسين كل ما قايل لعمر بن سعد دعوني اذهب في ارض الله العريضة اكون مال لي مال المسلمين وعلي ما عليهم، او سيروني الى ثغر من الثغور ودوني الى جبهة من الجبهات. عمر بن سعد شملها هذه. عمر بن سعد قال لا، اضع يدي في يدي يزيد، هناك اسالم يزيد رأسا. قال له خلي ينزل على حكمك هيبة اولا لك ثم قمع للكوفة، كيف وانك بكيفك ذاك الوقت، ان شئت سيرته وان شئت سجنته. قال له لله ابوك، صحيح الكلمة كلمتك، يذهب الى يزيد ايش معنى يعني مو معترف بوجودي انا. عاد كتب الى عمر بن سعد امر الكاتب، ما بعثتك الى الحسين لتمنيه السلامة ولا لتقعد له عندي شفيعا، انظر اذا جاءك كتابي هذا فانزل الحسين وارغمه، اما ان تناجزه القتال او تسيره الينا، يستسلم سير انا، ما يستسلم ناجزه القتل القتال حالا. وقد بعثت اليك بشمر بن الجوشن يكتب الي ما يجري هناك ما يصير، كن كاتبني وارسل وياه 1500 نسمة. هذول هم قوة خاصة ضاربة يعني ساعة الساعة، تعرف ذاك اليوم مثل هاليوم، ذاك اليوم مثل هاليوم، ذاك اليوم الجيش الجاي مكره يعرف قدر يقين كالشمس الطالعة، هذا ابن صديقة وذاك ابن عاهرة خلاص. وهاليوم يتقابل ابن الصديقة وبابن العاهرة، لا اكثر ولا اقل. ذاك يقول ثيابه بذاك اليوم ووسيلته بذاك اليوم امير المؤمنين، اليوم قومية عربية، اللي يتمرد عنه خائن للقومية العربية، بذاك اليوم خائن لامير المؤمنين. نفس الموضوع، نفس القايش، نفس الملف، نفس الدعاية. ثم لا تنسى جواسيس اكو، ولذلك حميد بن مسلم يقول انا كنت متلثم بكربلاء، ما كنت انا حاسر عن وجهي، يقول كنت متلثم وكنت اذا تكلمت بشيء، شايف اجا كأنه شمر راد يهاجم مخدرات الرسالة ويضرب المخيم مالت الحسين من الخلف حتى يشغل الحسين، جبهة منك تحارب ومنا جبهة تجي من خلف الحسين. الحسين اليوم مسوي خنادق هالليلة ومالئ الخنادق حطب، مفسر هذا ليش ما مسوي قبل هذا خنادق، لان الحسين اذا قبل هذا يخندق معناته متحضر للقتال، معناته يستفز جيش عمر بن سعد، معناته الحسين جاي محارب، فخلى الخندق والتخندق والتحصن معوم. ساعة الصفر هسه من صار ملتفت الايقاظ وزحف ماكو والموعد بكرة، قال عاد ذاك الوقت حفروا خنادق، ما يصير يوم اول يوم ثاني من محرم ينزل الحسين بكربلاء يتخذ خنادق ويسوي سوبيرات، ما يصير. على اي حال فاجا شمر الخبيث بكرة الحسين مشغول بالقتال بأبي أمي، اجا من وراء الخيمة وجاب له سرية من السرايا وطعن خيمة من الخيم وقال علينا بالنار، سنار موجودة لكن في الخندق، جيبوا لنا النار جذوة نار خل نحرق المخيم. يقول جئت إليه وأنا متلثم حميد المسلم، قلت له لماذا بعثت لترويع النساء تروع بنات الرسالة بنات النساء؟ قال من أنت؟ أنت منين؟ منو أنت؟ من أي قبيلة؟ يقول أنا متلثم فلذت بين الفرسان وتحررت. يكتب مكتوب حميد بن مسلم قال كذا، خلاص تنتهي المشكلة.
وعمر بن سعد يخشى من شمر. شمر وصل الى كربلاء في مثل هذا اليوم، هذا اخر مدد يجي. المسالح والقناطر اخذت، افواه طرق الكوفة، ابواب الكوفة مأخوذة. القادسية كان بها الحسين بن نمير لعنه الله 5000، انسحب بالجيش صار بكربلاء. طيب هو يقود الحملة، يعني هو ينفذ، عمر بن سعد يأمر هو ينفذ. ولذلك يقول الحسين انزل على حكم بني عمك فانهم لن يروك ما تكره. رد عليه ابو عبد الله بالكلمة المدوية الى الان والصيحة الى الان: لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقر لكم اقرار العبيد. اجت الرسالة واجى شمر بن ذي الجوشن. عمر بن سعد مثل الان كان في نهر العلقمي غاطس في النهر، فجاءه الغلام وساره في اذنه، فخرج من النهر ولبس ثيابه ولبس لامته واستوى على ظهر جواده، كتيبه ويات حرسه، اجى الى مقر القياده واذا بشمر بن ذي الجوشن جاي. الحسين هي هاي الرايدها بيدي امي، هو اجى الى هنا، والطريق من زرود عالم بمصرع ابن عقيل مسلم ابن عقيل بامكانه يرجع من زرود. واصل الزحف بابي وامي، زرود ابعد من الحدود، مو داخل الى الحدود العراقية، بعد في اراضي الحجاز. من هناك ملتبس قبل ان يصل الى ذي حسم، منك ومع ذلك جا واصل بيدي امي. واصل الزحف الى ان وصل، قال عندي كتب، عندي رسائل. زين سيدي، جواب الرسائل مصرع مسلم بن عقيل، جواب الرسائل مصرع هاني بن عروة، جواب الرسائل 5000 6000 بالسجون، جواب الرسائل ملتبيت الرسول مالك قتل. هاي اجوبة ما يعرفها الحسين، انا ارد عليه واقول له اذني اجوبة للرسائل وللمرسلين. كأن هاي الاحداث كلها ممرة على الحسين، شنو غرضه من ذلك؟ يطلب ملك انتهى الملك، يطلب خلافة انتهت الخلافة، القاعدة اللي يعتمد عليها انتهت. هذا مسلم، هذا ملتفت عبد الله بن كذا مصر الصيداوي، زين هذا هاني بن عروة، انتهى كل شيء قاعد بمكان. هذا عبيد الله بن زياد يستلم الحكم بالكوفة، هذا النعمان بن بشير من تبت يرحل الى الشام. هذا ما يعرف الحسين، احنا نعرفه بابي وامي، هو جاي للتضحية، هو جاي للفداء، هو جاي للقربان، لانه الدولة الاموية راح تتحول الى اسطورة، راح تتحول الى دولة يابانية، راح يصيرون ملتفت ابناء الشمس، راح يصيرون ابناء السماء ذول الامويين. الجيل اذا جيل عمى ملتفت ولد عميان، اذا جيل الظلل ولد ظلالة ملتفت، واجيال ظالة معتقدة بصحة الظلال. مشكلة هنا، هذا ما يصير معاوية يعيش 20 سنة 21 سنة، يجي يزيد قدر له ان يعيش 21 سنة، يجي ابنه قدر له ان يعيش 21 سنة، معناه الامة راحت. الحسين اول وبالذات مسؤول. بعدين يجون ناس يكفرون بالله وعذر لهم، لهم اعذار. الان هذا الاسلام تشوفه عند العالم المسلم عالم جديد، يصفنون، شنو انتم شو تقولون؟ شو يقول هذا الاسلام؟ شو يقول هذا القائد؟ شو يقول فلان؟ شو يردون؟ عجيب عليهم. بدأ الاسلام غريب وسيعود غريب كما بدأ عند اهله، مو عند اليهود والنصارى، عند اليهود والنصارى بعد غريب، من اول غريب وسام غريب، ما امنوا به يوما ما، لكن يبدأ غريب عند من اعتنقه اولا، شايف؟ وبعدين ارتد عنه وهو لا يدري بنفسه انه مرتد. انت سام طيني،
فرهد للعالم، انطيني مجال افرهد العالم، شنو دين شنو شريعة. انا واحد من الناس مثلا قد تجيني ظروف هكذا اقول. ولذلك الدول اجت ملتفت، جرتهم من النواميس، من الاعراض، من الكرامة، من الكذا. شنو اسبابه؟ اسبابه تعال كرامتك انت في النضال عن الحزب والقائد والسيد المناضل، فلتة الزمان، فلتة التاريخ. شو تقول تريد الحسين؟ انا ابن الحسين، هذا نسبي. يلا يقاتلك بميت حربة وحربة، يقاتلك حيز درجة اولى بميت حربة وحربة، شو تريد هو قبلك؟ دارس كل الاشياء الرذيلة، شو تريدك؟ اسلام، احنا قاعد نخدم الاسلام مضمونا، نشبع الفقراء ونعلم الجهلاء ونرقي الوضيعين ونرجع الناس من تبت كذا الى القانون والنظام. خلاص راح. والله ولمس اقرأ رواية شايف يقول اذا ظلم الناس، مؤدى الرواية، اذا ظلم الناس بعضهم بعضا سلط الله عليهم ظالما يظلمهم جميعا. هذا شوف مجتمعنا، عادل كان، انصافي كان، وجداني كان، مروءة كان، اخلاقي كان، مو نظلم بعضنا بعض، مو نفتري بعضنا على بعض، مو نتجاوز بعضنا على بعض. الله سبحانه وتعالى مسلط بما نستحق، فاذا شافنا الباري جل وعلا غيرنا ما بانفسنا يغير. بس كن يقول عمر بن سعد جت الخطاب، دخل الى السرادق واذا بشمر انطار رسالة، قال هذه رسالة الامير، فتحها ابن سعد قرأها، قال احسب انك الذي صرفته. تمام، احسب انت اللي خليته يتكلم هذا الكلام ويكتب هذا الكتاب. اردنا امرا صلاح فيه هذه الامة، ردنا فرشيه ليصير سفك دم والحسين يرجع وتنتهي الامور. هذا موقف عمر بن سعد، لكن هذا كله ما يبرئ جريمته وانه في رأس الجريمة. يعني يجي يوم القيامة يقول له الله انا قتلت الحسين مجبور، اولا امير امرني وشمر يدزني من تفت مشتف الى ابن زياد او يضرب عنقي، واللي ولاية مالت الرية متروح من عندي، انا بروح احارب المجوس، هذا اسويهم مسلمين يعني، هذا يصير مبرر لعمر بن سعد؟ هذه بعد اتعس، يا ريت اللي قاتلي للحسين ما يعرفون قدر الحسين، اكو فرد عذر في المقدار، يا ريت بلداء بلهاء مغفلين لا يعقلون، يا ريت يهود، يا ريت نصارى الذين قاتلوه، مو عمر بن سعد في سن الحسين بأبي أمي 61 سنة عمره على بعض الروايات. قال له ما موقفك يا ابن سعد؟ شو تقول؟ نفذ أمر الأمير. قال له لا ولا كرامة لك، كن أنت على الرجالة وأنا على الخيال، أنت أسقط في يدي شمر بن ذي الجوشر. قال له إذن هالآن نسحب إلى الحسين، ما يكون يصبح الصباح حتى منتهي كل شيء. زحفه وعاد ذاك الوقت ركبت الخيل والرجال، الحسين بأبي وأمي كان جالس بباب الخيمة هكذا ساعات، قبل 1400 سنة إلا 39 سنة شايف، أو إلا 35 سنة، جالس على باب الخيمة بأبي وأمي محتبن بحمائل السيف، بعد الخيم مو داخلة بعضها بالبعض الآخر، الحبال والأطناب مو داخلة، الأوتاد مو داخلة، زينب تتنقل بفراغ ملتفت من خيمة إلى خيمة، من سرادق إلى سرادق، من مكان إلى مكان، سرادق الحسين، سرادقات بني هاشم، ملتفت خيم الأنصار، تتنقل روح إلى الفداء، دروب أكو بين المخيم، جاية إلى مقدمة المخيم. المعسكر هادئ مال عمر بن سعد، الموقف مجمد،
ينتظرون موقف من عبيد الله بن زياد، الاوامر يتلقوها. بلثنا صهيل خيل، زعقات رجال، صليل سيوف. هي سمعت العقيلة بأبي أمي، اجت تقدمت إلى الخيمة الأمامية اللي بها أبو عبد الله روح له الفداء. إخواني جزاكم الله على خير، فرد قيامة حتى اللي يجي هناك اللي يزاحمكم اللي يجتمع. عجل اللهم فرج قائم آل محمد. ألف خير، جزاكم الله ألف خير. عبد الله بن زياد تجي الرسالة يقول الآن وقد علقت مخالبنا به، الآن وقد علقت مخالبنا به، يرجى النجاة ولا تحين مناصي. يتصور الحسين جاي راح يبايع يزيد، والذي يبايع يزيد ممكن ينزل لعامل يزيد والي يزيد ملتفت ولممثل يزيد. فالحسين جاي باكر عقبه باليد يشبع فيه مركب نقصه، يشبع الحسين من التوهين والكلمات النابيه والتعالي عليه واذلاله، واذلال الحسين اذلال لنا الى يوم القيامه. لكن القوميات تعقل ذلك؟ متى عقلت القوميات؟ قوميات اقصد من ينادي بالقومية، من ينادي بالقومية هل يعقل ذلك؟ هذول الزنات خريجين المدارس الذين لم يمروا على التاريخ ولم يمروا على القيم بعضهم، ولم يمروا على الاخلاق ولو مرور، ولو يشتمون ريحة مو اكثر، يعقلون هذا الكلام؟ حسين يتنازل من اول يوم. كتب عبيد الله بن زياد الى الحسين ان امير المؤمنين قد اقسم علي ان لا اشبع من الخمير ولا اتوسد من الوثير حتى الحقك باللطيف الخبير. شجع رنان، كلام رنان جرس الى خمير وثير خبير. حتى كان الحسين بابي وامي يضعف امام هاي الكلمات القاسمة، الها زجل الها جرس. الرسول واقف، الرسول آدمي شوية، الرسول واقف قال لي يا ابن رسول الله الجواب. الحسين قرأ الرسالة، أرخى يده من الرسالة فوقعت عند رجلي الحسين على الأرض. قال الرسول يا ابن رسول الله الجواب، قال الجواب ما رأيت، هذا اللي تشوفه. رجع إلى عبيد الله بن زياد قال له بالصورة، يقول فاستشاط غضبا. معلوم كل حقير يصير جبار، كل انسان مشلعه رذيل يصير جبار، كل انسان مستنقع ابن مستنقع من عائلة مستنقعات يكون هكذا. هذا خذ قاعدة. ولذلك النبي يلح على طهارة المولد ملتفت، وانتخاب الخال لانه احد الضجيعين، شايف اياكم وخضراء الدمن. حتى انسان عائلة في المجتمع الاسلامي خلية فاسدة لا تصير، لان الخلية الفاسدة تفسد الخلية المجاورة والمجاورة والمجاورة. تشير دبني النبي بابي امي، مجتمع ملائكي مناضل، مجتمع ابطال، مجتمع مغاوير، مجتمع اجلة ملتفت، مجتمع كبار. المستنقع دائما يجي تشوف العاهرة صوتها عالي، شوف العاهر صوته عالي، شوف الديود اللي سمسر ملتبت صوته يصير عالي، وقح يصير، صلف يصير، وجهه من جينكو يصير جينكو. هذا طبيعي استشاط غضب، والان يستشيطون غضب.
سبحان الله. شوف الأمة من تركع والظل راكعة 1400 سنة كأنه دقيقة، انعدم الزمن، الزمن منعدم 1400 سنة كأنه الآن عهد الحسين يقوم مرة ثانية وعهد ابن مرجان عينا. ليش؟ لأنه ماكو أحد يوحي، ماكو أحد ينبه، ماكو أحد. خلوا الناس سادرين بالنوم، نوم أصحاب الكهف، كل ضلالة تأتي نتقبلها. أنا أقول لك يتقبلها الناس، كلها تتقبلها الناس، ماكو شيء، فراغ أكو. إلى أن إجت الحادثة هذه، إلى أن إجت هاي التطورات. إسلام، إسلام وين هو صاير؟ إسلام وين؟ بالبصرة مال عائشة إسلام، مال معاوية إسلام، إسلام الخوارج، إسلام الأمويين، إسلام العباسيين، إسلام العثمانيين، إسلام إمام اليمن، إسلام الملوك، إسلام من؟ هذا مو إسلام، هذا عهر، هذا يسموه إسلام. عاهرة تصلي وتصوم، رجس يصلي ويصوم، كل الخلفاء أرجاس طافوا بالكعبة المشرفة واستلموا الحجر الأسعد، وهذه عنبلية لو يعلن بالصليب هو أحسن من الحجر الأسعد، وطواف من حول مكة. من يعرف الإسلام؟ على أي حال، وهذه صيحة الله، صيحة أبي عبد الله، صيحة هذه الشريعة، صيحة هذا الدين، صيحة هذا الدم. من 100 سنة مهدور هذا الدم، وإذا إجت الروايات في أن المهدي يطلب بثارات الحسين وروح له الفداء، يعني ثارات الحسين مو أعيان وإنما أنواع، مو عين، يعني شمر ما هو ابن شمر، ما هو قد يكون ابن مؤمن هو عند المهدي شمر، لأنه في هالضلالات وهاي المتاهات يعذب، يقتل، يكتب تقارير، يفتن على الناس، مبعوث للشغب، مبعوث للمتفجرات، مبعوث لإذاء المؤمنين، لبث اليأس، لبث القنوط. هذا عند المهدي شمر بن ذي الجوشن، هاي الأحزاب كلها شمر بن ذي الجوشن، هاي التيارات كلها شمر بن ذي الجوشن. سلهم، عندهم حياء، عندهم أخلاق، عندهم وعد صحيح، عندهم أمان صحيح، عندهم دقيقة شرف. على أي حال، عمر بن سعد يقول له شمر يكون نزحف الآن، ركب عمر بن سعد وركبت الناس كلها، وصار التطويق من كل جانب ومكان، النسوة يسمعنا. طبعا المسافة مو نائية، مو 10 سوقات، المسافة 3 كيلوات 4 كيلوات عن المخيم. زينب واقفة تشوف القضية شنو، شافت الضغبرة والقتام والعجاج وزعقات الرجال وصهيل الخيل كذا، قضية شنو ما تدري. اجت الى اخيها الحسين، وجدت الحسين جالس على باب الخيمة محتمل بحمائل السيف، بالسيف، وقد هومت عيناه بالنوم. حياة جد، بالليل سهر، بالنهار مخاطبة عدو، شايف ما خذت النوم بأبي. زينب اجت خائفة، اجت حدثت اكو تطورات، اكو شيء، دنت من ابن اخيها، قالت انائم اخي، خلت يدها على كتف الحسين، انائم اخي وقد دنا منا العدو، اخي ابن امي حسين انائم وقد دنا منا العدو. فتح الحسين عينيه، شاف العساكر دانية جاية مقبلة، وشاف زينب مخطوفة اللون، مخطوف مرتعدة الفرائس. قال اخي، اخي زينب لا يذهب النبح المك الشيطان، صار بيش. قالت اخي دنا منا العدو، ماذا الشردون، ماذا الشكو. تبت الى واخيه ابي الفضل، قال اركب بنفسي انت. الحسين يقول للعباس بنفسي انت، اركب بنفسي انت وانظر ماذا يريدون. ركب ابو الفضل وركب الانصار من حوله، وتقدموا الى عمر بن سعد،
شايف وقفت العساكر كلها وقفت. صح ابو الفضل، ما الذي اقدمكم؟ ما الذي جاء بكم؟ ايش تردون؟ قالوا له جاءنا كتاب امير الامير، اما ان نناجزكم القتال واما ان نسيركم الى الامير، بيعتكم تصير ليد الامير، يستلمكم الامير. فالان احنا هذا الشمر وهاي الرسالة وهاي الكذا. قال قفوا بمواقعكم حتى ارجع الى اخي واكلمه. رجع الى الحسين سلام الله، الحسين ينتظر هذا يعرف. رجع ابو الفضل قال له بالموضوع، اخي رسالة جاية، اما المناجزة واما ان تضع يدك في ايديهم. قال سلهم ان يمهلونا عشية هذه الليلة لنصلي لربنا، فانه يعلم اني احب الصلاة وتلاوة الكتاب. شايف؟ رجع ابو الفضل الى القوم كلمهم، وان الحسين يطلب مهلة هذه الليلة. عمر بن سعد تحير، وده ينطي مهلة بعد سنة زمان، وده يطي مهلة الدهر كله، لكن شمر بن الجوشن واقف ويراقب الحركات والسكنات. قالهم لأهل الكوفة والقادة ما رأيكم؟ واحد قال لا تمهلوه، آخرون قالوا امهلوه، لو كانوا من الترك أو الديلم لوجب علينا أن نمهلهم، فكيف وهم من قد علمتم؟ ما يقدر بعد يتمم، شوف شقد خوف شقد رعب. فكيف وهم من قد علمتم؟ أكثر من هذا بعد ما يحكي ابن فاطمة ابن الطهر ابن العصمة ابن جبرائيل ابن السماء، ما يفيد ما يصير. فكيف وهم من قد علمتم؟ بعدين ساد الموقف، الرؤساء أغلبهم يردون المهادنة، أغلبهم يعرفون مرسلين أنهم مرسلون من ابن عاهرة لقتال ابن الطاهرة ابن سيدة نساء العالمين، هذا كله يعرفوه، ولكن فلوس وطموحات وحب السلامة وحب الدعاء وحب اللذة وحب الزوجة والبنات والبنين وحب البساتين وحب الكذا والنعم والجلوس على الشواطئ، هذه ترى اكثر من هذا ماكو، كل شيء يعرفون زنم يعرفون. ساد الموقف العام انهم امهلوهم عشية هذه الليلة. حينئذ امر عمر بن سعد المنادي ينادي اجناك يا حسين عشية هذه الليلة الى غداة غد. واحد زنيم من حضار السوء البعداء قال اما والله ليصبحنكم بالقتال. ايش قال عمر بن سعد؟ قال لو علمت ذلك لناجزتهم ولما امهلتهم. حتى يروح التقرير ان عمر بن سعد على رسله على وجهه ما يدري بالقضية شنو. عندئذ نادى المنادي يا حسين ويا اصحاب الحسين، انا عجلناكم عشية هذه الليلة الى غداة غد، اما ان نناجزكم بكير او نسيركم الى الامير. حينئذ تراجعت العساكر، رجع ابو الفضل واصحابه، قام الحسين بابي وامي، قال ادخل الخيم بعضها بالبعض الاخر في حقيبة شمر بن الجوشن رسالة اخرى لتفتيت الجبهة مالت الحسين، لتفكيكها لخداع العباس واخوته. قال العمر بن سعد انا جئت برسالة من حزام الى ابناء اختنا العباس واخوته من ابناء علي، انا ذاهب. اجا وقف قبالة مخيم الحسين ونادى اين ابو الفضل واخوته؟ اين بنو فاطمة بنت حزام؟ حينئذ اطرق ابو الفضل الى الارض برأسه حياء من ابي عبد الله الحسين. عندئذ قال ابو عبد الله لابي الفضل، اخي ابا الفضل قم انت واخوتك. شوفوا هذا الشيريد يطلب هذا، يقول ركب ابو الفضل وركب اخوته من خلفه
وتقدموا الى شمر. سمعت ذلك العقيلة زينب لاذت بابي امي برداء امها فاطمة وقفت من وراء السجن، شافت اخوتها الاربعة طلعوا وصلوا الى شمر، قاموا يحادثون شمر. شمر قال لا ابا الفضل انك واخوتك امنون. قال لعنك الله ولعن امانك، اتؤمننا وابن رسول الله لا امان له. رجع ابو الفضل وقد احمرت عيناه من الغضب، اجى الى باب الخيمة ليثني رجله ينزل. خرجت اليه العقيلة قالت اخي ابا الفضل على قعدتك هات بوياك محاورة كلمة، لما ماتت امنا فاطمة يعني زينب خايفة، خايفة ان اخوته يخدعون، خايفة ان اخوته يؤخذوا. احدثك اخي. قال حدثي اخي. زينب يدري بها يدري كل اخو يعرف اخته. قال حدثي زينب. قالت لما ماتت امنا فاطمة اراد ابي ان يتزوج بامك. قال لعمك اخي اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب تلد لي ولد يكون ناصرا لولد الحسن. احنا لايذين بيك ابو فاطمة. قل عناج لا يصفر لونج، اجعدهم يا زينب يقحمونج، ابن والدج قرة عيونج. قل لا انا خايف لا تقول مدري، وانا خايف ينتك صدري. احم الضايعات بعدك ضعنا في شافي جميع المرضى. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا. ايد من ايد الدين وانصر من نصر الدين، واحفظ وسدد علماءنا العاملين. سيما آية الله شيرازي يحفظه مع جميع من يلوذ به إلى أمواته وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.